إذا أمضيت ولو بضع ثوان على أورانوس فلن تعود أبداً، ولكن دعونا نتظاهر بأن لديك بدلة فضائية فائقة الحماية ونرى كيف سيكون الأمر إذا سقطت على هذا العملاق الجليدي الغامض. استعد لمغامرة غريبة ورائحة كريهة وباردة للغاية. عندما تقترب من الكوكب تصادف أولاً حلقاته. نعم، لديه حلقات تماماً مثل كوكب زحل، حيث يبلغ عدد الحلقات 13 حلقة. والآن الأخبار غير الرائعة. أورانوس ليس كوكباً ذا سطح صخري مثل الأرض، إنه عملاق جليدي، وبعبارة أخرى كرة دوامة من الغاز السام ليس لها سطح صلب، ورائحتها فظيعة أيضاً. يمتلئ الغلاف الجوي العلوي بغاز يسمى كبريتيد الهيدروجين المشهور برائحته الكريهة، مما يجعل رائحة أورانوس غير محببة إلى حد ما. أثناء نزولك إلى الكوكب تجد نفسك محاطاً بجو كثيف مزرق مع بعض اللون الفيروزي والسحب الجليدية، إنه ضبابي في كل مكان. تنخفض درجة الحرارة بشكل كبير إلى درجة تقشعر لها الأبدان حتى العظام عند سالب 224 درجة مئوية تحت الصفر. الآن المفاجأة الحقيقية، قد تجد نفسك تحت وابل من الماس. يتمتع أورانوس بجو غني بالميثان. عندما تسقط على أورانوس تواجه ضغوطا ودرجات حرارة أعلى تدريجيا. تحت الضغط الشديد تخضع جزيئات الميثان لعملية التبلور، إنها تتفكك وتعيد الذرات الموجودة بداخلها ترتيب نفسها لتشكل جزيئات صغيرة من الماس. ثم تسقط جزيئات الماس بشكل أعمق في الكوكب لتبدو وكأنها مطر بلوري لامع. سيكون ذلك جميلا لو لم تكن درجات الحرارة المتجمدة والشعور بالضغط مشتتا للغاية. نعم، ليس كل شيء بريقا وتألقا. إن الوجود على أورانوس سيشعرك وكأنك في أعماق كبيرة تحت الماء. ولو وصلت إلى قاع السحاب لارتفع الضغط سريعا إلى ما فوق 60 ضعف الضغط الجوي. ستضربك رياح تصل سرعتها إلى 901 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها أقوى بثلاث مرات ونصف من إعصار من الفئة الخامسة على الأرض. وللعلم، هذا هو أعلى تصنيف يمكن أن يصل إليه الإعصار. بعد ذلك أنت تقترب من الوشاح. إنه سائل كثيف يتكون من الماء والأمونيا وجليد الميثان. إنه أسود قاتم، والجاذبية الشديدة تجعل الحركة شبه مستحيلة. إذا لم تكن ترتدي بدلة واقية سحرية، فإن الضغط الشديد يمكن أن يحول جسمك المكون من الكربون إلى ألماس قبل الوصول إلى القلب. الآن تذكر أن أورانوس كوكب ضخم، حيث يبلغ قطره حوالي 4 أضعاف حجم الأرض. لو كان كوكبنا بحجم عملة معدنية لكان أورانوس بحجم كرة سوفت بول، قطرها نحو 12 بوصة. لذا فإن هذا الغرق سيستغرق أسابيع. كنت ستسافر آلاف الأميال إلى أورانوس وربما تجد مركزه، وبعد ذلك ستظل عالقا في هذا المحيط الجهنمي إلى الأبد بسبب درجات الحرارة والضغوط الحارقة. ليست أفضل رحلة على الإطلاق. على الرغم من أننا لم نرسل أي مجسات إلى هناك، إلا أن هناك أشياء كثيرة نعرفها عن أورانوس. إنه الكوكب السابع بعدا عن الشمس وأروع عضو في نظامنا الشمسي، فهو يبعد عن نجمنا 2.8 مليار كيلومتر، مما يعني أن ضوء الشمس يستغرق ما يقرب من 3 ساعات للوصول إليه. لا عجب أن الجو بارد جدا هناك. يتمتع هذا الكوكب أيضا بميزة غريبة جدا، وهي أنه يدور على جانبه. في حين أن معظم الكواكب تدور حول محاورها مثل قممها، فإن أورانوس يدور بزاوية 90 درجة تقريبا، مما يمنحه دورانا جانبيا. يمكنك أن تتخيله مثل كرة متدحرجة تدور حول الشمس. اليوم على أورانوس أقصر منه على الأرض، فهو مجرد 17 ساعة، ومع ذلك فإن طول السنة هناك جنوني، حوالي 84 سنة أرضية. بالإضافة إلى ذلك فإن خط الاستواء يقوم عمليا برقصة الزاوية اليمنى مع مداره، مما يؤدي إلى أكثر الفصول تطرفا في نظامنا الشمسي، مما يعني أنه لو كان صالحا للسكن لكان لدينا أيام أقصر، ولكن مواسم أطول ومجنونة للغاية. لقد ذكرنا بالفعل أن أورانوس ونبتون كلاهما باللون الأزرق، وذلك لأنه على عكس أشقائهما كوكب المشتري وزحل، فإن العمالقة الجليدية تحتوي على عناصر أثقل وسحب غنية بالميثان. يمتص الميثان الجزء الأحمر من ضوء الشمس ويترك لنا هذا اللون المميز، ونحن لا نعرف على وجه اليقين، ولكن هذه الكواكب قد تخفي بحيرات من الميثان أو محيطات بأكملها. وأخيرا، ليس لدى أورانوس حلقات فحسب بل أقمار أيضا، 27 قمرا في الواقع. تمت تسمية الأقمار على اسم شخصيات من شكسبير وألكسندر بوب، مما يضيف لمسة أدبية إلى أصول الاسم اليوناني للكوكب.
الآن كيف سيكون الأمر عند السقوط في عملاق جليدي آخر نبتون؟ إنه الكوكب الأبعد والأكثر غموضاً في نظامنا الشمسي، نحن بالكاد نعرف أي شيء عن هذا الكوكب الأزرق الكبير المظلم. تماماً كما هو الحال مع أورانوس، نبدأ بالحلقات، لا نعرف الكثير عنها، باستثناء أن نبتون لديه 5 حلقات رئيسية، وهي حديثة جداً، وتحيط بها كتل ضخمة من الغبار. قد تلاحظ أن اللون الأزرق للكوكب أكثر حيوية من لون أورانوس، العلماء ليسوا متأكدين من السبب، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون بسبب عنصر غير معروف يتحد مع الميثان. لن ترى الكثير بمجرد دخولك، ضوء الشمس نادر مثل الشفق الخافت على الأرض، ونظرا لأنه الكوكب الأكثر بعدا، فإن الضوء يستغرق 4 ساعات كاملة للوصول إليه. نبتون أيضا أصغر من أورانوس، هذه المرة لو كانت الأرض عملة معدنية لكان نبتون كرة بيسبول، قطرها نحو 9 بوصة، مما يعني أن الوقوع فيه سيستغرق وقتا أقل بكثير من السقوط في أورانوس. قد يبدو نبتون هادئا على السطح، لكن ثق بنا، إنه مرعب للغاية. على الرغم من مظهره فهو كوكب العواصف والمحيطات الجليدية، درجات الحرارة مرة أخرى جنونية، حوالي 212 درجة مئوية تحت الصفر، والرياح هنا شديدة أيضا، فهي أقوى ب3 مرات من رياح كوكب المشتري، وأقوى ب9 مرات من رياح الأرض. لذا كن ذكيا بشأن هبوطك على الرغم من عدم وجود شيء للهبوط عليه. اختر نصف الكرة الشمالي للرياح المعتدلة، ولا تنسى أن تحزم بدلة الفضاء الخاصة بك بأكسجين إضافي. يتكون حوالي 80% من كوكب نبتون من مزيج بارد من الماء والميثان والأمونيا، لذلك ليس هناك فرصة لاستنشاق الهواء النقي. الغلاف الجوي مليء بالغازات، لكنه يبدو كما لو كان سائلا، فهو يمتزج بسلاسة مع الماء والمواد الجليدية حتى يصل إلى نواة صلبة في أعماقه، لذلك ستشعر حرفيا وكأنك تغرق، خاصة بالنظر إلى الضغوط المجنونة التي تشبه المحيط. هناك أيضا بعض النظريات الرائعة التي تشير إلى احتمال وجود محيط مائي شديد سخونة أسفل سحب نبتون الباردة. هناك مفاجأة صارت رغم ذلك، وكما هو الحال في أورانوس، فإن الظروف القاسية قد تحول ذرات الكربون إلى ألماس مبهر يغوص في قلب الكوكب. على الرغم من أنك ربما لن تراها تتألق بشكل جميل، نظرا لأن الظلام شديد في كل مكان. على الأقل هذا ما نتخيله بناء على جميع البيانات الحالية، في حين أننا استكشفنا كل ركن من أركان نظامنا الشمسي تقريبا، إلا أن عمالقتنا البعيدة أورانوس ونبتون لا تزال بعيدة المنال. لقد حصلنا على بعض الصور والبيانات بفضل مركبة الفضاء فوياجر 2 التابعة لناسا، والتي تجاوزت أورانوس ونبتون في 80ينيات، ومع ذلك قد يتغير ذلك قريبا. لقد جعلت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية من زيارة هذه العمالقة الجليدية البعيدة أولوية قصوى، حتى أنهم حاولوا الحصول على لمحة عما يعنيه النزول إلى أجوائهم. لقد أجروا عمليات محاكاة مثيرة في محاولة لإعادة تهيئة ظروف هذه الكواكب لمعرفة كيف سيكون الأمر بالنسبة لمسبارهم الذي يتجه نحو المجهول ويكافح درجات الحرارة والضغط في السحب الجليدية. أجريت الاختبارات في أسرع نفق رياح في أوروبا، نفق T6 ستوكر في جامعة أكسفورد، وأنفاق رياح البلازما. تم تسخين المسبار، لأنه على الرغم من أن العمالقة الجليدية شديدة البرودة، إلا أن المسبار سيسخن بشكل كبير عند الدخول. تصل سرعة الرياح في نفق T6 ستوكر إلى حوالي 19 كيلومترا في الثانية، لكن بالنسبة لهذه الاختبارات يريد العلماء تجاوز كل الحدود والوصول إلى حوالي 24 كيلومترا في الثانية. هذه هي السرعة المطلوبة للدوران حول الكواكب البعيدة، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكي نكيف تقنيتنا مع ذلك. ومع ذلك عندما نتمكن أخيرا من إرسال مسبار إلى أورانوس أو نبتون ستكون رحلة مثيرة، سيتعين عليها قضاء عقود من الزمن في السفر عبر الأطراف الخارجية للنظام الشمسي مرورا بكوكب المشتري وزحل على طول الطريق. جمع البيانات من هذه الكواكب يمكن أن تساعدنا في كشف أسرار حول طبيعتها وتاريخها، ويساعدنا على فهم نظامنا الشمسي بشكل أفضل. دعونا نأمل أن نتعلم المزيد عن هذين العالمين الرائعين.